السلام عليكم. نبدا الفيديو ديالنا بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله شي نشارك معكم الغداء ديالي، الكفته ديال السردين، الحوت، الكفته ديال السردين مطيشه محكوكه. خليكم معايا، عندي الكفته السردين وعندي مطيشه وحده محكوكه بالحق ما فيهاش الماء باش ما تجيش حامضه، وعندي زيت البلديه تقريبا كاس ما عامرش، وعندي مزود السودانيه داك كان زاود الحمر. كل واحد شنو كيقول لي المزود كيقول لي السودانيه، كل واحد شنو كيقول له. عندي شويه ديال الكمون، عندي شويه ديال الزعفران، وعندي شويه ديال الثومه والقزبر. ما عندنا صراحه تلالي وما تحميره ما بقاوليش، عاد غناخذهم. خليكم معايا واللي يعجبو الفيديو بارطاجي مع الاصدقاء والحباب، خليو واحد اللايك ولا كومونتير زوينه، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل داك الجرس باش يوصلو كل جديد. وخليكم معايا، اي حاجه المهمه بغيت نشارك معاكم الغداء ديالي البسيط المتواضع. واي واحد كيعرف، اي واحد كيعرف يدير الكفته السردين، خليكم معايا. دابا غنديرها في الطاجين، غندير مطيشه محكوكه وغندير القزبر والثومه والزيت البلديه وغندير الملحه وزعفران. هذاك الثومه، هذاك الثومه والقزبر ما غنديرهاش كامله، غنخلي واحد شويه باش نديرها في شرموله، في سمحوا لي في الكفته ديال السردين باش باش كتجي ديك النغمه ديالها زوينه. خليكم معايا، دابا غندير العطريه وندير الثومه وندير كل شيء ونردها طيب. صراحه ما كتحتاجش بزاف، حتى ربع ساعه ما كاملهاش، صغيه صغيه الحوت غير كيطيب كثر الى ايكوال هذاك كفته ما كياخذش. المهم السردين ما كياخذش الوقت بزاف، ماشي بحال الطاجين الاخر اللي كديري البطاطا ومهم الخضره دغيا دغيا كيطيب. دابا رديتها فوق البوطه، دابا قبضت الكفته ديال السردين، درت فيها شويه داك ديال الربيع وهذه، ودابا راني كنخلط. هانتوما كتشوفوا معايا في الطاجين غلات مزيان كتشحر، باش اي حاجه سواء دجاج لحم كفته حوت اي حاجه، المهم ضروري خاصها حاجه تتقلب باش كتجي زوينه في المذاق وفي كلشي. والحوت درتو، سمحوا لي راه ما عنديش كل اللي كيصورني، كنصور غير بيد وحده هكا كنخليها. الماء بالنسبه للماء ما كنديرلهاش الماء بزاف، حقاش الحوت غير كيطيب، ديري غير شويه حتى ما كاملش كاس، ما ديروش الماء بزاف باش يطيب، باش كيطيب دغيا ما غديروا له الماء، الا طاب الحوت عاوتاني خصو داك الماء غيبقى بزاف فيه ما كيلاش. ديروا غير شويه على حساب القياس ديالكم وصافي. دابا غندير لها شويه ديال الماء ونردها ونرد عليها داك اليد ديال الطاجين يطيب. وخليكم معايا، انا درت لها شويه ديال الماء، غندير واحد المزود احمر ضروري ندير. صراحه انا ما درتلاش السودانيه، وهداك المزود بغيت نديرو، واش كاين اللي بغي على حساب المذاق حسب الانسان. هيا وجدت صراحه الطاجين ديالي جا. عجبكم الفيديو بارطاج مع الاصدقاء والحباب، خليو واحد لايك والكومونتير زوينه، واللي مازالش مشترك في القناه يشترك، خليو وفعل جرس كل جديد. والى هنا ينتهي الفيديو، والسلام عليكم.